في التقرير الخاص، الام تي في تواكب فوج الهندسة في الجيش خلال عمله على نزع الألغام. تقرير بيرنا نعم شديد. لا للألغام والقنابل العنقودية، لا تقترب لا تلمس، بلغ فورا على الرقم 05956143. بهذه الرسالة كانت قيادة الجيش تحذر المواطنين من خطر الألغام، ألغام بقيت من آثار الحرب في لبنان. فبحسب الأرقام والإحصاءات، فإن أكبر نسبة ألغام مزروعة في محافظة لبنان الجنوبي وتحديدا عند الخط الأزرق، لتأتي بالمرتبة الثانية محافظة جبل لبنان وتحديدا منطقة سوق الغرب، تليها محافظة الشمال أي البترون من منطقة طولة وصولا إلى حردين. أما في جرود جبيل العقورة وفي كسروان وادي نهر الكلب وفي المتن بكفية شوية وظهور الشوير وكذلك في علي دير القمر، فالألغام موجودة ولكن بأعداد أقل، وفي البقاع قليلة جدا. المساحات الإجمالية بلبنان يلي كانت مشبوهة حوالي 270 مليون كيلومتر مربع، صار مشغول منها حوالي 195 مليون، بيبقى لنا الرقم يلي بيبقى يلي هو حوالي 80 مليون، يعني فينا نقول تقريبا 70% من الأراضي المشبوهة بلبنان صارت منظفة. إزالة الألغام مهمة صعبة يتولاها فوج الهندسة في الجيش اللبناني الذي يبدأ مهامه بجمع المعلومات ليبدأ بعدها التخطيط ثم التنفيذ، وهنا الأهم بحسب الجيش التأكد من السلامة العامة. فريق الام تي في واكب فوج الهندسة في الجيش اللبناني في يوم عمل ميداني، حيث كان يزيل الألغام من منطقة المدفون. إذن وهكذا بعد أن أخذنا كل الاحتياطات دخلنا المنطقة برفقة الجيش اللبناني. في حقل الألغام المهمة خطرة، هنا تقسم الأراضي إلى بقع محددة بين النقاب والآخر 25 مترا حفاظا على سلامة كل فرد في حال انفجر اللغم، وعلى كل فريق مراقب. النقاب ينظف كل متر على حدة لينتقل بعدها إلى آخر، فإذا تحسس بوجود لغم يبدأ التنقيب عنه، وهنا حفاظا على سلامتنا نصحونا بمغادرة هذه النقطة. أنواع الألغام متعددة واكتشافها يكون عبر طريقة التحسس والسبر والكلاب البوليسية، وهي تكون عادة مزروعة على عمق يتراوح بين 5 إلى 15 سنتيمترا. قديم مينيموم بده يكون في وزن على اللغم لا ينفجر؟ كل لغم له كمان كمية وزن معينة لا ينفجر. كمان في ألغام تعمل على تراكم الضغط، هالتراكم الضغط ممكن مع الأيام تخف ويصير جدا حساسة، ويصير بطبيعة الحال التعامل معه خطر كتير. ممكن يعني لغم محطوط بأرض ينفجر من تلقاء نفسه من دون ما حدا يدق فيه؟ نادرا ما نلاقي ألغام بتنفجر أو بتتعطل من تلقاء نفسها، لذلك لازم نتعامل مع حيالة لغم وكأنه مزروع اليوم، لأنه بشغلتنا الغلطة الأولى هي الغلطة الأخيرة. ما يصعب المهام هو نقص الخرائط أحيانا كثيرة والعوامل الطبيعية التي تغير العمق ومكان اللغم، كما يشكل رمي الردميات والنفايات عائقا إضافيا. أكيد مثل ما قلنا عطول عنا وسيلتين بالشغل، بالإضافة في عنا فريق متخصص هو QAQC بيتأكد من جودة ونوعية الانتاج. من بعد ما يكون خلصوا هالمرحلتين الوسيلتين اللي عم يشتغلون، بيتدخل فريق السامبلينج تيم بياخذ عينات من الارض، بيتاكد من خلوها من اي اجسام، ومن بعدها بينرفع افاده نزع يلي هي بتحدد باحداثيه البقعه بشكل عام، وبتنزل خضراء على الخريطه، ومن بعدها اذا كان كل شيء تمام بيجي امر من قياده الجيش انه يسلمها لاصحابها. وعلى امل ان تطوى الصفحه وينظف كل التراب اللبناني من الالغام، فينبت مكان كل لغم زهره.